وصلنا على ثغرة التجميل. اكيد بنعرف مواضيع التجميل دايما بتكون بتهم عادة النساء، وصار في كثير من الرجال كمان بيهتموا بها الموضوع. اليوم رح نستقبل دكتور فراس حمدان، اخصائي تجميل بمستشفى الاكاديمية الامريكية التجميلية، ورح نحكي نحن وياه اليوم عن موضوع البوتوكس والفيلرز. اكيد اذا بتحبوا تشاركونا على الحلقة ممكن تتصلوا على رقم 00971 600 1400 وتطرحوا اسئلتكم على الدكتور. خلينا نستعد سوا. صباح الخير دكتور، تفضل. كيفك؟ الحمد لله، كيفك؟ اهلا وسهلا، تفضل. اذا مشاهدينا دكتور فراس حمدان، اخصائي تجميل بمستشفى الاكاديميه الامريكيه للجراحات التجميليه. دكتور فراس، بدنا نحكي نحن وياك اليوم عن البوتوكس. بداية يعني في كثير عالم اكيد صار عندها فكرة عن البوتوكس شو هو وكيف بيعمل، ولكن بدنا نصحح لان في كثير من الافكار ايضا الشائعة اللي هي غلط. خلينا اول شيء نبدا نشرح ونوضح اكثر مادة البوتوكس او فكرة البوتوكس شو هي كلها. فكرة البوتوكس اولا بدأت هي كعلاج طبي مش كعلاج تجميلي للعضلات المتشنجة بالرقبة بالأوتار الصوتية، بعدين حتى على الرأس انعطى بأول فترة. بعدين لاحظوا كذا نساء ببيفرلي هيلز بهوليوود انه كمان طالما عم ينعطى للتشنجات ولو أوجاع الرأس، ليش ما بنجربهم على غير مناطق مثل حول العين مثلا للي بيكون عندهم رفة بالعين؟ شافوا انه التجاعيد عم تتحسن، جربوها للجبين وللعدسة، صار وقتها البوتوكس كوزماتيك اللي هن كان في الميديكال البوتوكس اللي هن نفس الشيء تقريبا. البوتوكس هو اختصار لحرفين، بوتولينوم توكسين، يعني في مادة بتستخرجها نوع البكتيريا اللي هي بوتولينوم، البكتيريا البوتولينوم مادة سامة تقريبا لأنه بتشل العضل لفترة من الوقت. إذا انعطت بطريقة دقيقة وخفيفة تحول لاشياء تجميليه. نعم. لفتره بسيطه من الوقت، 4 أشهر 6 أشهر تقريبا. طيب عمليه البوتوكس مثل ما يعني ذكرت اكيد تستخدم للتشنجات للتجاعيد على منطقه الوجه فقط؟ للتجميل. لنحكي بس على منطقه التجميل. للتجميل منطقه الوجه، الجبين، الحواجب، حوالي العين، اوقات بنسميهم الباني لاينز مثل الارنب، يعني اللي بيكون عندهم تجاعيد حوالي هون، والمدخنين اللي بيصير عندهم رينكل حوالي تمهم. نعم. فينا يتحسن لهم اياهم كمان بالبوتوكس، واوقات فينا نعملها للرقبه اللي يكون عندهم تو لاينز نازلين، العضل بتاعهم يكونوا ضعافه تقريبا، بينعطى للتجميل. واللي عندهم التجاعيد على الرقبه اللي بتكون مستطيله بتكون بالعرض عاده بيكون اكثر ترهل جلد. البوتوكس بحسنها بس بطريقه 20% تقريبا. بالتجميل كمان او بالتحسين، البوتوكس يستعمل للعرق تحت الابط وبالايدين، يعني بيكون هي اكثر من انه التجميل تحسين لوضع الشخص. كمان بينعطى كيف بيستخدم بهالحاله؟ في كثير ناس بيكون عندهم بطبيعه حالهم ايديهم بدلة وات، بدلة عرقانه، يعني حتى مش لانهم مشوبين او لانه نيرفس، يعني في ناس الاحياء واحد بشوب بيكون معصب شوي بيعرق ايديه، بس هذيك بطبيعه شغلهم بطبيعه تكوينهم يعني بيكون عندهم عرق دائما بايديهم. ايوه. او تحت باطن بينعطى بوتوكس بطريقه الحقن، اكيد هي مش عمليه، بتضاينهم تقريبا 6 أشهر بيوقف، يعني كل 6 أشهر بدهم يعودوها. اوكي. البوتوكس عادة تجميليا او للعرق او للايدين كل 6 أشهر 4 أشهر، اوقات العرق والايدين ممكن 6 أشهر 8 أشهر. نعم. بيعطوها مثلا بس بوقت الصيف وقت يكون في شغل زايد. اكثر اللي بيعملوا ايديهم مثلا تشيرمان الكومبانيز سي اي اوز اللي عندهم دائما عم بيستخدموا ايديهم كثير. أيوة. المصافحه كثير بقى. نعم. بيكونوا امبرس دائما ايديهم وات، يعني بتلاقيهم بس هو هيك. وبقى هيدي كثير بنستعملها بهالطريقه. حل حلو هيدا لهال كثير حلو. وكمان بالنسبه للشباب بيلبسوا مثلا سوت دائما وتايت قمصان، العرق دايم بيطبع لهم على قمصانهم كذا. كمان ليش البوتوكس بهالحال، يعني ليش هو حل؟ يعني بالنهايه العرق هي مش انه غده معينه بالجسم، نفس الريسبتر اللي بيكون على العضل. البوتوكس بيجي
وبيسكر ريسبتور على العضل، نفس الريسبتور موجود كمان بالغدة اللي بتفرز العرق بتتسكر كمان. بقى عنده ديول افكت يعني. يعني بيسكر كان افراز ذكرى العرق. يعني هو في بده يجي مثل معلومة من الجسم انه افرزي عرق يا هالغدة، البوتوكس بيجي بيقعد محلها. اوكي. لتطلع بقى غدة ريسبتور جديد على الغدة الثانية بدها 6 اشهر. بقى هذا هيك يعني. خلينا نرجع شوي لموضوع الوزن. اكيد نحن في معنا صور هلا بكي بتقطع على الشاشه نحن وعم نحكي. خلينا نحكي عن البوتوكس اللي يستخدم بالوجه بمختلف المناطق يعني. كيف بتصير عمليه البوتوكس؟ كمان لانه عم نوضح قصه البوتوكس، بس خليني نعطي معلومه صغيره للتصحيح. في كثير ناس او سيدات او حتى رجال بيجوا الدكتور حقن لي بوتوكس مثلا هون وهون، هون بيكون في تقريبا كونفيوجن او التباس بين البوتوكس وبين الفيلر. لازم نعرف هون لانه بيقولوا انه حقن بوتوكس بوجهه، هيدي كثير لانه رايح نحن بوتوكس نفخت وجهه بالبوتوكس مثلا، هيدي غلط تقريبا. لانه في فرق اكيد البوتوكس هو اللي بيرخي العضلات اللي بتيجي مع الحركه. اوكي. يعني بيكون في واحد ما اشبه شيء بس اول ما يحكي او يضحك بتلاقي التجاعيد اجت من هون على وجهه عجبينه، هيدي البوتوكس بفيدها. انما شخص قاعد مرتاح وعنده مثلا خط بالعرض او خطين من هون، ساعتها بدنا نحكي فيلرز، مواد الحقن يعني، مش البوتوكس. هون يعني بقى بدي عم نحكي عن الخطوط الثابته. الثابته ايوه. أوكي. مش الديناميكيه يعني. فالبوتوكس مثل ما قلنا بس بيحسن الخطوط الديناميكيه. وشو واحد او شخص او مدام او سيده بلش عندها خط ديناميكي اخذ فورم يعني بلش ياخذ، يستحسن نبلش بالبوتوكس على بكير منشان ما بعدين وقت يصير ثابت البوتوكس لحاله بطل ينفع، بصير بدل البوتوكس والفيلرز بقى يعني بتصير اوقات بريفنشن كمان او وقائي البوتوكس على بكير. هلا ما عم نقول كثير بكير بالعمر انما في مرحله يعني معينه يعني لانه الخطوط الديناميكيه بتتحول الى خطوط ثابته بعدين. مضبوط. فلازم نلحقها بوقت مبكر. طيب في عمر معين تنصح فيه؟ ما في عمر معين، في ناس بيوصلوا للأربعين والخمسين وما عندهم. أوكي. بيكون بشرتهم كتير رطبة، هيدريت، بيستعملوا كريمات. يعني شو اللي بيقرب اللي بيكون جلدته ناشفة ما عم بيهتموا فيها كتير، اللي بيطلعوا كتير بالشمس، المدخنين بيبين فيهم على بكير. بعدين كمان في ناس بيكون عندهم بيقولوا عندهم اكسبريسيف فيس، يعني تكون قاعد تلاقيه عنده عبسة من هون مع انه ما قصده يعبس. ساعتها بنعطيهم يكون في عنا سي او مثلا عمره 30 سنة او 27 سنة صار بمركز كتير مهم، بيش بيقول لي دكتور فوت بفكروني العالم مكشر، بقول له انا من مكشر وما اعطي بوتوكس. ايه كتير مشكلة. هاي فينا نعطيها لعمر 20 مثلا حسب. مظبوط. خلينا نشوف الصور وكمان نشرحهم اكتر. الصور يلي معنا اكيد بتشرح اكتر الموضوع اللي عم نحكي عنه. مثلا هيدي السيدة عمرها مش كتير كبير، 28 سنة مثلا، بس عندها تجاعيد على الجهة الشمال من اليسار من السكرين. كل ما تضحك بينوا هالتجاعيد اللي عندها، استعملت كريمات، استعملت كل القصص، خايفاني يصيروا ثابتين. بلش لها ببوتوكس بدرجة كتير خفيفة وبتشوفي بفترة اسبوع نفس الضحكة، نفس يعني نخليهم يعملوا نفس التعبير على الشمال وعلى اليمين، اختفوا. هيدي عملية بسيطة جدا يعني. هون استخدمنا البوتوكس. هذا بوتوكس الحل حول العيون. فدلوقتي هلا وقتها تقول انه منبلش لها بالبوتوكس يعني هو منه؟ لا، البوتوكس كيف مثلا بتحطي حمرة على شفك. اوكي. رايح على السهرة بتحطي حمرة، وقت تروح الحمرة بترجع عادي. وقت يروح مفعول البوتوكس ترجع مثل ما كنتي. يعني كل 6 اشهر لازم تضلك تعمل. اذا بدك اياهم ما يكونوا موجودين كل 6 اشهر. طب وقتها تخلص يعني وقتها يخلص مفعول البوتوكس بس فينا نقول بيرجعوا بيظهروا بنفس الكميه ونفس المكان او بيزيدوا ولا بينقصوا؟ هيدي كثير كمان بنسالها. في ناس بيقولوا دكتور البوتوكس لانه وقت عم يروح مفعول عم بيزيدوا. هلا ما ننسى نحن انه البوتوكس بيروح مفعوله بعد 6 اشهر، انما العمر عم بيتقدم. والجلد عم بيرخي والموشر تاعي السكن عم تنشف. بقى اللي بيعمل بوتوكس 6 سنين بعدين بيقرر يوقف لانه بطل مقتنع فيها او امكانيته بطلت او ترك دكتوره مثلا وما بده يتعلم مع دكتور جديد زاده.
اوكي. لانه في 3 سنين فرقت مثلا، بس انه بحد ذاته البوتوكس بيزيدون لا. انما بيرجعوا هني نفسهم مع زيادة العمر، مع زيادة التعرض للشمس والعوامل المناخ يعني. يعني خلص يعني ببلش بالبوتوكس بكفي. بده يكفي اذا بده يعجبه الافكت بده يكفي. ما في بس منا حل نهائي. انا بقول لهم يعني اللي بيجوا لعنا بتروح على الكوافير بتصبغوا الروتس مثلا. كل ما يبينوا بتصبغون، ما في حل نهائي. لا مظبوط مظبوط. حتى بروح نفس الشيء، كل ما يبينوا بتعطيهم نفس الشيء. خلينا نشوف بعد صور كمان، حنشوف حالات نحكي عنها. هيدي حقن، هيدي هون، هدول مثلا حقن للوجه. شخص رجال هون عم تفرجي